السلام عليكم. واش في اخباركم؟ كيوصلوني بزاف ديال الميساجات. الدكتور عاد راه فيا الحرك في صدري ياك ما يكون قلبي، الدكتور راني مخنوق، الدكتور راه كيتزير عليا. العمر ديالهم تيكون ما بين 18 عام حتى ل 60 عام. في الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا كي داير الحريق اللي كيجي في الصدر ولكن السبب ديالو هو القلب. هادشي كامل باش شنو ما دارلكش صلاينه. قولي بعدا صحه لاباس. اللي خصنا نعرفوا انه من مور القفص الصدري ديالنا كاين بزاف ديال الاعضاء اللي يقدروا يكونوا هما السبب ديال هاد الالم هدايا. منهم القلب اييه، ولكن منه حتى الرئه ديالك، منه حتى البلاصه اللي كاين ما بين جوج الرئات ديالك، المريء ديالك، العظومه ديالك، لي موسكل ديالك يعني العضلات ديالك، وحتى الشرايين اللي كاينين تماك. يعني في هاد الحلقه هادي غادي نشوفوا كي داير بالضبط هاد الحريق هدايا اللي السبب ديالو هو القلب ولا العروقه ديال القلب. تبع معايا دابا باش نعرف واش داك الحريق اللي جاني في الصدر واش من القلب ولا لا، واش حاله مستعجله ولا لا. خص الحريق يكون عنده خصوصيات او ما هما. الحريق سيدي اللي تيكون عندنا من القلب كيجيك في الوسط ديال الصدر ديالك، من مور هاد العظم هدايا، كتسمى اون دولور غيترو ستيرنال، من مور ستيرنوم اللي هو هاد العظم هذا اللي كتشوفه. كي داير الحريق هذا؟ داير بحال شي نار شاعله، الحريق عندك تماك، اما تيبقى في هاد البلاصه هادي اما يقدر ينتشر. فين يقدر ينتشر؟ لك يديك اليسريه، يقدر يمشي لك لهاد البلاصه هادي ديال لا ماشوار، يقدر يمشي لك لعنقك، وبعض المرات يقدر يمشي لك لظهرك من الداخل، وبعض المرات يقدر يهبط لك المعده ديالك. دابا شوف شحال من البلاصه، تبع معايا. وبعض المرات يقدر يبقى غير في بلاصتو. يقدر يجيك هاد الالم هذا يمي تتكون داير مجهود، ولا مثلا تتكون غير جالس في بلاصتك والحاله ديالك كامله كتبدل، قلبك تيبدا يضرب بزاف، وكتحس براسك عيان، والطونسيون كتهبط ليك، وكتنشف نتايا، وكتعرق. الا وصلك هادشي كامل في دقه واحده يعني راك في حاله اللي هي مستعجله، ومن القلب ديالك والعروقه ديالك هما اللي كيتصدروا. راه الا جاك الم في الصدر ديالك وكان السبب ديالو هو القلب، ثق بيا راه ما تقدرش تصبر عليه، راه سي اون اورجونس، خاصك تعيط اما ل 15 ولا ل 141 باش يجيو يهزوك يدوك المستعجلات. وعلاش بالضبط كيطرى لينا هذا الالم هذا وتيكون السبب ديالو هو العروقه ديال القلب ديالنا؟ كما كتشوفوا بان تيكون عندنا لداخل دي بلاك داتيروم، يعني عامرين بلو كوليسترول، بلو كالكير، بالسكر، بزاف ديال الحوايج. ملي كيطرى لينا مثلا شي مشكل بحال ارتفاع ديال الضغط، ولا مثلا كنكميو، كتحل لينا ديك لا بلاك وكيخرجوا منها داكشي اللي لداخل، ولا خرج منها داكشي اللي لداخل وانت في وسط العرق، بحال ملي كتجرح نتايا الجسم ديالك صيفط لك مكونات باش يسد. وشنو كيطرى؟ تيسد لك حتى العرق ديالك كامل، يعني الدم ما تيبقاش يدوز، يعني الاكسجين ما تيبقى تيدوز، يعني الخلايا القلب ديالك ما كتغداش، يعني كي سوفريو عليها كتحرقك نتايا، وكتقول لك سير ديني المستعجلات باش يسرحوا لك العرق ديالك بواحد الرسور صغير اللي تكونوا فايت لكم سمعتوه، سميتو لو ستانت كما كتشوفوا هنايا. هذا الرسور هذايا هو اللي كيحل لكم العرق ديالكم، كيعاود يدوز الدم بهذه الطريقه هذه، والخليه ديالك تقدر تبقى تتغدى. نتمنى ان هذه الحلقه هذه تكون عجبتكم بزاف واستفدتوا منها. اهم حاجه تبقاو عاقلين عليها هو كيفاش داير الحريق هذا ديال القلب، ونحاولوا نتفاداو بالتحكم في الطونسيون، كوليسترول، داء السكري، نتحركوا بزاف، ناكلوا مزيان، ونعسوا ما كافي، ونحيدوا علينا الستريس، وندوروا راسنا بالناس الزويونين، حيت اصلا انتم زويونين. وما تنساوش خليوا ليا في الوجه ديالكم ضحكه، غير شي ضحكه. سير الله يهنيك، صافي، يلا نتلاقاو السيمانة الجاية، تشاو.